صباح الخير لكل مشاهدي الو تي في. في هذه الحلقة المباشرة من حوار اليوم أضيف عضو تكتل لبنان القوي النائب إيدي معلوف. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور لك وللمشاهدين. كنا حابين يعني نكون عم نستقبلك بخبر إيجابي قضائي، ولكن مع الأسف كفت يد مؤقتا القاضي طارق البطار بعد دعوى الرد المقدمة من الوزير السابق نهاد المشنوق بانتظار قرار محكمة الاستئناف اللي هي بتقرر بالآخر إذا يكف نهائيا ولا لا يكمل هذه القضية. بدي موقفكم كتكتل لبنان القوي من دعوى الرد، دعاوى مشروع الارتياب واللي عم بيصير بالوقت اللي في فريق بيقول هيدا مسيس القضاء والقاضي عم يشتغل السياسة. أول شيء إنه نحن بطلنا نعرف حالنا وين، يعني في عالم تتهمنا إنه نحن عم نوجه القاضي بطار، وبمطرح تاني نحن عم نقول لا نحن مع هذا التحقيق يضل رايح وتبين الحقيقة، خاصة إنه بعد سنة وشهرين ثلاثة رح يصيروا قريبا ثلاثة شهور، بعد ما سنة وشهرين ما رح، بعد ما عنا تصور عن شو عم بيصير، وبعده بخبرونا انه التحقيق سري وما التحقيق سري، وبعد في كتير علامات استفهام وفي ضبابية على الموضوع وفي اتهامات واتهامات متبادلة. نحن مع هذا الموضوع، مع تحقيق المرفأ يضل رايح على الاخر. نحن كنا فريق وعلى رأسه رئيس الجمهورية قال انا تحت القضاء وانا رايح، اذا لازم يستجوبني ولا يستمع لي المحقق العدلي انا جاهز لهالشيء. هلا فتنا بمسارات قضائيه ومسارات قانونيه، هلا في ضغط ولا ما في ضغط؟ هالضغوط مبنيه على ثوابت يعني قانونيه قويه او لا؟ الموضوع راح بالسياسه لانه في افرقاء عم يقدروا يضغطوا على بعض القضاة، هيدي ما في يجاوبك عليها اليوم. بتمنى انا انه القضاء ومجلس القضاء الاعلى وكل والمدعي العام وكلهم يكونوا على قد الحمل، لانه موضوع المرفأ موضوع ما رح ينطوى، ما رح ينبلع. في نص مدينة تدمر، في 200 اكثر من 200 ضحية، في 6000 جريح، في مليارات الدولارات تكسير بالبيوت والممتلكات. هيدي شغلة مش انه والله تنحل بتبويس لحى، لا، مطلوب وضوح اكثر. يلي عنده نقزة من موضوع القاضي خلينا نفهم ليش هالنقزة، هل هي بالشكل، هل هي بالمضمون، والقاضي كمان بمحل معين، يعني جسم القضائي والمحقق العدلي محل معين. طب نحن حقنا كمان نسأل، طب وين صارت هذه الأمور كلها سوا؟ شو صار بعدنا؟ أنتوا مع إكمال التحقيقات بيد المحقق العدلي طارق البطار؟ نحن شو بيقول القضاء بعد في عنا اليوم كفت يده مرحليا؟ نحن آخر شيء شو بيتاخد قرار من القضاء اللبناني؟ نحن مع هالشيء، يعني لا أكثر ولا أقل. إيه بس أنتوا مع التحقيق العدلي صح؟ لو شو ما يعني لو شو ما كان هذه القرارات، وبالتالي تدعمون القاضي بطار لا؟ نحن قلنا نحن من الأول ارتحنا لتعيين القاضي بطار، وقتها كان عنا بعض الملاحظات ولو بالشكل قلناها ببيانات علنية، يعني ما كنا مستحيين فيها، ولكن نحن مع عدم تعطيل هذا القضاء والذهاب فيه إلى الآخر. طيب عم بتقول أنه من حقكم يمكن تعرفوا بموضوع التحقيقات شو اللي عم بيصير، أو إذا كان في ما بدي تحقيقات. نحن عم نقول صلنا سنة وشهرين رح يصير، يعني بأربعة تشرين الأول بيصير له سنة وشهرين انفجار المرفأ. طب بعد ما في، يعني حتى إذا بدك يعني بالكوميونيكاسيون طبعا هذا، طب انه حق الناس حق المواطنين اللبنانيين انفجار هالقد كبير، طب بعدنا منحور ومندور وزير ونايب ومدير عام وما بعرف شو، طب بعد لهلا معقول ما حدا منا فهم هول كيف فاتوا، اذا هذا تفجير او انفجار بعد سنه وشهرين؟ طب قاعدين عم نشتغل مع ليكي بكل صراحة. حزب الله بيقول لك شو بدي من حزب الله؟ أنا ليكي أنا موضوع طب لحديث هلا باللي أنا بعرفه باللي أنا شايفه، طب بسأل حال لحالي أسئلة، بقول طب إنه الرئيس حسان دياب إنه بالشكل مذكر التوقيف وما بعرف شو، إنه طب أنا ماني فهمان بعد شو عامل، يعني يمكن لازمه أكثر من هيك، بس
للمجتمع وللناس مثلا انه رئيس مثل رئيس حسان دياب انه الطريقه اللي فيه. هلا بتقولي لي بس ما سالتك انت تعرف مظبوط انه هو انا معك حق بس انه طب اخر شيء عم في مشهديه عم بيكون في تعاطف مع بعض الاشخاص يمكن ما لازم يكون في تعاطف اوكي ما هي مشان هيك عم نسال عم نقول نحن طب ليش عم بيصير كل هذا الشيء وليش عم بيضل امور ضبابيه اذا بده يجي يجينا جواب انه والله هذا كرمال سريه التحقيق فليكن يعني بس انه ما عم كاني عم بفهم منك انه في شويه هيك تبدل بالمواقف. لا ابدا بلا للتيار الوطني الحر انتم كنتوا داعمين بالمطلق بعد ما بقول لك بس وقتك ما عندي عم بحكيك وهلا صرتوا متعاطفين مع رئيس دياب. لا مش عم بقول نحن عم نقول رئيس الجمهوريه قال رئيس جمهوريه لبنان قال اذا في شيء لازم يستمع له لقلي انا ما عندي مشكله يطلع لعندي. أيوه هيدي كلهم اوكي أصنع عليها بس انه بمحلات معينه عم بقول لك انت بتسالي حالك سؤال نحن مع انه يروح هذا التحقيق ونحن مع رفع كل الحصانات لانه هذا اخرة النهار هذا الموضوع يلي عم بيقول كمان ارتياب مشروع هل هو مستند على اخطاء انعملت بالشكل مشان تينضرب المضمون ما بعرف هون عم برجع بقول لك انا في هلا كفت يده مرحليا اوكي في عندك هيئة قضائية كبيرة حتجتمع قبل ما تاخد بالقرار نهائيا إن شاء الله هناك بيكون القرار صائب وبيكمل ساعتها إذا يا سمح الله في كف يد بدنا نفهم ليه كمان تاني قاضي هذا بيكون تاني محقق عدلي بيكون في كف يد بيكون صار فيه على هيدا حتى تالت ياخد هال ما هيدا سؤال واحد بيسأله انه انت ليش انه ولوين بدنا نروح يعني هل هيدا التحقيق حكما راي على التمييع ايه ولا لا هذا الموضوع يعني صار بدنا أجوبة على كل شيء ما عاد في ضل موضوع هالقد ضبابي صار المفروض كل العالم مش انه نتخبى وراء القانون وارتياب مشروع وهلا في مهله لمجلس النواب وهلا في حصانات وبكره ما في حصانات هذا لا بفتكر انه الموضوع اكبر من هيك ولازم يكون اوضح بكثير بدكم اجوبه من القاضي بيطار؟ لا بدنا اجوبه من كل من مجلس القضاء الاعلى من القاضي يعني مش بس القاضي بيطار يعني القاضي بيطار اول ما تقولي له بقول لك هذه سريه التحقيق طبعا اوكي حقه طيب بس انه اخر شيء صار لنا سنه وشهرين كمان حقه مزبوط طيب ما بدنا يروح يستمع لهم بعدين بيكشف يعني بيطلع بيقول القرار الظني طيب مش هيك بيطلع بيخبر طبعا طيب اوكي ايه. ما نحن مشان هيك عم نقول انه هذا موقفنا لحديت هلا نحن موقفنا بالمعطيات اللي معنا بيوقف هون هالقد بيوقف ما شو بتقول اذا انا اذا انا اذا انا ما عندي كل المعطيات إذا أنا بين إيدي ما عندي كل المعطيات وكل همي أنا وهدفي إنه خي ما بدي حصانات وبدي روح بالموضوع على الآخر وما عندي كل المعطيات أنا كيف في ابني أكثر من هيك موقف أكثر من هيك هلأ موقفي أنا هلأ أوكي معك حق بس إنه مش منطق إجي أقول أنا بدي أجوبة من القضاء لحتى مش عم بقول أنا إذا بدي لك إذا بدي أعطي رأيي إذا بيقول لي اليوم ماني قادر أعطي رأيي وأنا ما عندي موقف أكثر من هيك هلأ موقف ما زال عم تحكي وهيك بإنه بدنا نعرف رئيس دياب شو عمل أو الكل تما أشمل لا مش عم بقول لك أنا أنا مش عم بقول لك الرئيس دياب ولا غيره عم بقول لك هيك واحد شخص مثل الرئيس دياب إجا من سنة صار الانفجار على وقته طلع هيك مذكرة جلب من البيت وما بعرف شو انه قصص يمكن انا بدي اقول لك يمكن بكره بدنا نقول مش عارف شو عمل يعني انه ما راح زار على القليله يشوف شو هن هالمواد يعني يمكن هيدي هي هيدي يمكن هيدي هي الخطا يلي عمله وطيب على راسي وعيني هو طلع لعنده المحقق العدلي واستمع له ايه ولا لا ما عرفنا تفاصيل عرفنا التفاصيل شو صار انا عم بقول لك يمكن اللي عم يعمل محقق العدله لازم نمضي له عليه ولازم نعطيه نشان بس انا عم بقول لك بالمعطيات اللي عنا اياها هل قد قادرين مع انه يتهم المحقق العدلي انه عم يشتغل على قاعده انه طب ما عم بقول لك يتهم انه هو عم بيحركوه من القصر الجمهوري وعم بقول لك اياها ومسيحيا وعم يحكوا بهيدي اللغه يعني انه كل الادعاءات عم بتكون تشمل فئه اكبر يعني طائفه معينه مشان هيك في ريبه انه مسيس هيدا الملف هلا انت اللي عم بتقول لي والله انا بدي اقول لك شغله يعني بعد لليوم نحن بنيجي بنقول انه طب بدري ظاهر صار له موقوف سنة وشهرين طب كمان نحن عم نجي بعد لهلأ ما بنعرف ليش بدري ظاهر انه اوكي هو مسؤول وهو كل شيء هل لازم يضل موقوف كل هالفترة هيدي مع كل الدلائل اللي عطيها هو انه هو عمل شغله ايه ولا لا
مثل ما الرائد نداف كانوا حاطينه وانحبس ظلما، وغيره وغيره من الضباط ضلوا محطوطين فتره طويله بالسجن، وهن كانوا عم بقول لك ما عندي يعني ما في انا كل شيء من المعنيين بموضوع انفجار. انا بدي انا اخر شيء بدي هذا التحقيق يتسر يعني يسرع. نعم. ويوصل لمحل تقدر تنقدر نبني موقف. اليوم قاعدين ضايعين، تسمعي هون هالجهة عم تقول هيك وتسمعي هالجهة عم تقول هيك. نحن آخر شيء في نص عاصمة دمرت، صح، في أكثر من 200 شهيد، في 6000 جريح وفي منهم بعض المجروحين لهلأ وأثار بعد مبين عليهم، وفي مليارات الدولارات دمار. هذا الموضوع ما ممكن يتلفلف وما يمكن يتسكر. هل قد جينا نحن قلنا بمرحلة معينة أنه هذا الملف فيه 3 مراحل، فيه مرحلة كيف فاتت هالنترات، فيه مرحلة الإهمال، وفيه مرحلة التفجير. بعد لهديت هلأ قاعدين على موضوع الإهمال والاتهامات، وهذا بتقولي لي يمكن هذا شغله الرأي. أوكي، هذا اللي سبقتني عليه. أنا ما عندي يملك، هو يملك ملفه، هو حقه. عم لك أنا شو عم بقول لك، أنا اليوم تقدر ابني موقف واضح وصريح بده يكون عندي المعطيات. لهديت هلأ ما عندي كل المعطيات. ما عندك المعطيات. طب رئيس بر بيتوجه قبل بكلام لي القاضي بيطار بيقول له اسمع لما لصوت العداله والحقيقه، مش اللي عم يهمس ويوشوش بدينك، كانه قاصد يعني فريقكم او يعني هذا عليك، هذا قاصد فريقنا ولا يعني انا شو عم بحكي؟ فريق رئيس الجمهورية عملها. انا عم بقول لك اذا حدا اذا حدا قاصد فريقنا ولا انا شو عم بحكي؟ عم بقول اني شوي يعني عم ما بدي اقول عم بتصوب، بس انه على القاضي بيطار، بس عم ما عم صوب انا على القاضي بيطار. انا حقي اقول مثل اهل الشهداء، مثل كل العالم عم بيقول انه صار لنا سنه وشهرين. نعم. وحقنا نوصل لنتيجة، بس لا أكثر ولا أقل. وإذا مش لنتيجة حل تصور معين تنعرف شو صار فينا. انفجار طويل عريض هز العالم مش بس لبنان، بعد سنة وشهرين بعده في 1000 علامة استفهام. عندكم شي فكرة أو سألتوا على اللي حكى في تهديدات أنه للقاضي طارق البيطار؟ سمعنا برجع اللي سمعنا اللي سمعناه بالإعلام، لا أكثر ولا أقل. ما تأكدتوا، ما حاولتوا تسألوا الحاجة في الصفة بما بعلاقتكم؟ يعني أنا ما عندي معطية. ما عندك ما سألت؟ لا ما سألت عنه للموضوع، يعني سمعت اللي سمعته بالإعلام. إذا كان صحيح خلينا نكون، إذا لأنه ما في أي شيء رسمي يعني بصراحة بعد كل الإطار. 100% خلينا برجع بقول لك، اليوم عم تطلبي مني أجوبة على معطيات ما عندي إياها، إن كان بالنسبة لكل الموقف التحقيق ولا بالنسبة للتهديد. شو موقف؟ ما حدا بيرضى إنه يصير فيه تهديدات، يعني ما حدا بيرضى بصير فيه تهديدات. وأنا هذيك المرة من يومين كنت يعني على التلفزيون وسألوني عن موضوع التهديدات، قلت هذا الموضوع كله سوا خلينا ننطر للآخر. عادة حزب الله وقت يصير فيه هيك شغلة مثل هيدي، يصير فيه سجال طويل عريض، بينطر تتروح تتاخد مداها للآخر الخبرية وبيرجع بيجاوب هو بعدين. خلينا نشوفه من القاضي إذا مزبوط صار فيه تهديدات، خلينا نشوف موقف حزب الله كمان الموضوع ويبنى على الشيء مقتضاه. بس الغريب انه انتم كتيار وطني حر حليفكم حزب الله بهيك مسألة، يعني مثل اذا مضبوطة تهديد ما نقل. طيب ليش يعني انا بدي ابني؟ انا عم بقول لك اليوم التهديد القاضي شغلي مرفوضة. واضح؟ لا واضحة. تهديد القضاء شغلي مرفوضة، نحن مع القضاء ونحن يعني غير بكرة. اذا هيدا القضاء بعد مرة فرط أكثر ما هو فارض، أنه لوين نحن رايحين؟ يعني بدنا نكسر الدولة بعد أكثر وأكثر، وإذا فرط الأمن أكثر وأكثر نحن لوين رايحين؟ يعني لا، أنه بمطارح معينة. بس برجع بقلك أنت بدك تبني موقفك على شيء ثابت مش على فرضية والله إذا صار هيك صار هيك. نعم. طب بأي صيغة بالمطلق الشغلة مرفوضة بالمطلق. مع أنه لا أحكي وجهة نظر الآخرين، أنه مش معقول رئيس جهاز الأمن والتخطيط بمسؤول الأمن وحدة الأمن والتنسيق بحزب الله الحاج وفيق صفا بما يملك يعني من حنكة ومن يعني خبرة، مش معقول يكون حمل ما بعرف هيك رسالة بانتظار الجواب الشافي على لسان يفترض. أنا عم بقلك يعني خلينا ننطر ما تظهر يعني هذا الموضوع. بدي انتقل للحديث عن هذا المشنوق، نائب نهاد المشنوق. يعني اليوم انت تبرر ما قاله نائب نهاد المشنوق عندما طلع على لحظه ما تروق
لما قال من دار الفتوى، راح طلع على دار الفتوى وقال كلام لافت انه انت حضرة القاضي استمعت لأهالي الضحايا، ما في صفة قانونية لهم من دون اي شروط، انا اليوم مدعى علي طالب تستمع لي كشاهد. برجع بقول علما القاضي هو بيعرف شو بده يعمل. تشاطر انه هذا المشنوق هذا الرأي؟ انا بالنسبة لإلي نعم، شو في امور لازم تتوضح مع المحقق العدلي ويروح يستمع له ان كان وزير ولا نائب ولا رئيس. نحن مع هذا الموضوع، المحقق العدلي مفروض نسهل له شغله، ما مفروض نعقد له اياه لا اكثر ولا اقل. اخر شيء نحن بلبنان ما في واحد يركب طرابيش لبعض. يعني انا بفضل نعطي فرصه لهذا القضاء للمحقق العدلي يروح على الاخر، ولاحقين بعدين نشوف إذا هذا المحقق العدلي عم بيركب فلومل، إذا حدا عنده معطيات ما عنا إياها وعم بيبرر هالشي ولا عم يستبق هالشي أنا ما عندي إياها. أنا المعطيات اللي عنا أنه المحقق العدلي لازم ندعمه ولازم يكمل تحقيقاته، لأنه صار وقت نوصل لتصور معين ولإدعاء مشان كل شغلة تنحط يعني بنصابها الصحيح. طيب اليوم إذا تم التنحيط للقاضي بيطار تتحملوا اليوم انتم لحظه مش عم حملكم لا بس لكون دقيقه اليوم يعني بيقولوا لك في سده المسؤوليه رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه رئيس مجلس النواب، بس دائما بيقولوا انه رئاسه الجمهوريه هي اليوم السلطه راس الهرم يعني في الدوله اللبنانيه. طب اذا تمت محاصره راس الهرم حوصر القاضي بيطار لكن راس الهرم راس الهرم بالدوله اللبنانيه قعد سنه وشهرين تجيب التدقيق الجنائي مع كل الضغط اللي صار ومع كل الانهيار المالي والاقتصادي اللي طال كل بيت وكل فرد بالدولة اللبنانية. اليوم منجي بيحلى للبعض يحكولك بموضوع العهد ورئيس الجمهورية وكأنه صلاحيات رئيس الجمهورية هي ما قبل الطائف، وبيتناسوا ساعة البدون انه صرنا بعض الطائف وصلاحيات رئيس الجمهوريه محدوده، وحاولوا بموضوع تشكيل الحكومه يسلبوا ما تبقى منه ورجعت زبطت الامور. يعني اليوم ما فينا وقت نحن يكون في اعمار بيروت بيكون شهيد رفيق الحريري، وقت يكون في خراب لبنان بيكون ميشيل عون، يا بوقتها بده يكون الرئيس الياس الهراوي هو اللي نفض لبنان واللي عمر لبنان واللي انقذ لبنان. اوكي ساعتها فينا نقول انه والله الرئيس ميشيل عون منحمله هذه المسؤوليه، بس وقت يكون في عندك 30 سنه من التراكمات وهلا عم تحكي حضرتك بالقضاء انت عم تحكي بموضوع صح. القضاء اليوم سلطه رئيس الجمهوريه بعت 18 ملف فساد في كرر لك اياها مش انفجار بل 18 ملف فساد بعتهم رئيس الجمهوريه على مجلس القضاء الاعلى. شو طلعت النتيجه؟ بس وقتها بدنا نحمله بالسياسه تبعات انفجار المرفأ بنحمله اياها لرئيس الجمهوريه، والتحقيقات اذا صار فيها نجحت ولا فشلت بنحمله اياها لرئيس الجمهوريه، بس وقتها هو يكون بعت 18 ملف ما في ابن مره منهم عم بيلحقوا. لا اهلي الشهداء يبدو في كلمه لالون. استمعنا للمتحدث باسم اهالي الضحايا ابراهيم حطيط ولكل اهالي الضحايا، كانوا عند وزير العدل، بكره في تحرك امام قصر العدل، عم يدعوا العالم لحتى يشدوا على ايدهم يعني لانه عن جد ما بعرف شو بينقال لهم. يعني على امل انه يكفي القاضي طارق البيطار بهذا الملف حتى نهايه، مثل ما كنت عم بتقول على القليله صار وقت تبين الحقيقه، لانه اذا بدنا نجر بدنا نفهم اخره النهار. يعني هول الجماعه اخره النهار بده يعرفوا شو صار، ليش سقط لهم شهداء، حقهم الطبيعي هول الجماعه يكون اليوم بعد سنه وشهرين قاعدين يعني منهم مبسوطين، لا يقعدوا بالشارع ولا يطلبوا موعد من وزير ولا يطلبوا موعد من ماضي. هول الجماعة كان مفروض بفترة كم شهر يكون عندهم أجوبة، اليوم صايرين بيروح اجتماع تحرك على الأرض تسكير وعم نتابع وهذا الموضوع. لا آخر شيء واحد بده يفهمهم كل واحد يخدع على حاله
كل واحد يخدع حاله حقهم يعرفوا شو صار مع اهاليهم ومع اولادهم يلي سقطوا بهذا الانفجار. انه اخرة النهار يعني قديش بدها تضل امور؟ مثل ما بلشنا باول حديث قلت لك انه صار لنا سنه وشهرين والشغله عم بتمل. اذا في عالم راهني انه هذا الموضوع بيموت، لا هذا الموضوع ما رح يموت، ما رح يموت. يعني ما حدا بينسى، ما حدا بينسى شخص عزيز فقده. عال بس هن مراهنين كمان على اذا بدهم يتكلوا على السياسيين، يعني كل قاضي اخر شيء القضاء. لحظة اذا اخر النهار بالقضاء لازم يتلاقى هيئة، لازم يتلاقى ما بعرف مجلس قضاء مين هي الهيئة اللي اخر شيء بدها تاخذ زمام المبادرة وتقول ستوب هذا الموضوع وصل لمحل. بس اذا نص القضاء مسير السياسيين طب اوكي اكيد رح نضل بهالمياعة هيدي لا اكثر ولا اقل. انتم تتهمون كمان في انتم بتسيروا بعض القضاة او بعض القضاة بيشتغلوا ملفات هيك غب الطلب سياسية لفريقكم. لكن في اتهامات قد ما بدك. رجعت على اول سؤال عم كنت عم تساليني القضاء وعم تحملي رئيس مش انت. لا مش انا تقولني شيء ما الله يرضى عليك انا عم تقولي رئيس جمهوريه. برجع بردك رئيس الجمهوريه اللبنانيه باول عهده حول 17 او 18 ملف على القضاء. شو عمل القضاء هون؟ بده يتحمل مسؤوليته، ما بده كل الوقت يحط حق على السياسيين. اذا السياسيين في جزء منهم مرتكب وفي جزء منهم فاسد، الشعب معول على القضاء يخد له حقه. اذا جزء من السياسيين مرتكبين ما فينا نضل نقول هيدا القاضي اخر شيء ما في ضل قاعد انه انا ما فيي وانا ما فيي وانا مش طالع بايدي. مش طالع بايدك تطلع بتقول ليش مش طالع بايدك ومين عم بيسكر عليك وشو مش ناسب سمني وناسب زيت. وين مجلس القضاء الاعلى؟ انا بدي اسال هون اطرح بعض الاسئله. بدي تساليهم لالو الكل يعني بونوا اليوم ليه ما سمعنا؟ بدك تساليهم لالو. انا عم اقول لك اليوم عم تساليني سؤالات وما عم بقدر جاوب بطريقه واضحه لانه ما عندي كل المعطيات. هن بالمبدا مفروض عندهم يكون عندهم المعطيات. طيب بدي اختم هالملف بانه بالسؤال، تتوقع يطير الملف وخلاص اذا تنحل القضاء؟ بدنا 4 أشهر 5 أشهر لحتى يتعين وما في مجلس قضاء مكتمل وهيدي خبريه بدها وقت وايه وبعدين؟ هون منعول على مجلس القضاء الاعلى وعلى القضاة الكبار مشان ياخذوا القرارات الحكيمه تما نوصل على اللي حضرتك عم تقوليه. آخر النهار في حدا بده يجي يقول أي صح وأي الغلط. اذا في حدا عنده ارتياب طب اخر شيء. طب واحد قاعد مثل عميل عم يحضر ماتش بين بون بيطلع لك خبريه من هون وخبريه من هون وخبريه من هون وخبريه من هون. خي انا مع هذا التحقيق ومع هذا القاضي يكمل ومع ما، بس انه طب يمكن كان بمحل معين لازم يكون في كوميونيكاسيون معينه توضح اكثر، تحمس كل الناس تضل واقفه وما تعيشنا نحن بهيدا انه والله بركي ولا بركي. لا نحن مع هذا القاضي وخليه يروح على الاخر، بس كمان تتوضح الصورة. هذه النقطة اللي عم بختلف أنا وياك عليها، بس خلينا نقول على أمل أن نصل للحقيقة وأنه يكفي القاضي طارق البيطار إن شاء الله. بدنا ننتقل إلى ملف الحكومة. بكرة في مجلس وزراء يفترض يكون أول جلسة امتحان لحكومة معا للإنقاذ. الرئيس مئاتي سافر أول سفرة إلى باريس، بدي تعليقك مش إلى دولة عربية ومش إلى المملكة العربية السعودية. طب انه واضح انه مبادره فرنسيه اخر النهار، يعني مش انه الى لبنان. أيه. مبادره الفرنسيه، رئيس ماكرون اجى على لبنان بعد انفجار مرفق بيروت وصار في جهد كبير من الفرنسويه لتشكيل هيدي الحكومه، وكاننا موعودين يعني من الفرنسويه بمساعدات وبمؤتمر وبهيدا، وكان علينا واجبات نعمل اصلاحات مطلوبه من لبنان. فانا برايي شيء طبيعي يعني يروح الرئيس مئاتي على باريس باول زياره له، وخاصه انه ليش بدنا نضحك على بعضنا؟ يعني انه شو العلاقات معنا باحسن احوالها مع جزء من البلدان العربيه. علاقات الرئيس مئاتي لا مش يعني علاقات لبنان، يعني اخر شيء رئيس مئات اليوم بغض النظر عن علاقاته الشخصيه هو مع اكس وايجريك وزاد، بس ولكن وضع لبنان مع بعض الدول العربيه ما انه باحسن من ايامته. ليش ما بتشتغلوا تحسنوا هذا الوضع؟
لأنه وضع معقد. نحن نتمنى هذا الموضوع يتحسن وبأسرع وقت ممكن، لكن موضوع معقد يعني، ومنه مرتبط بس بلبنان. عم تقصد المملكة العربية السعودية تنكون واضحين؟ طيب عال، إذا بقيت المملكة على موقفها في دعم ممكن للبنان خليجي؟ إنه أنا شو مطلوب مني يعني آخر شيء؟ أنا شو مطلوب مني؟ مطلوب مني أفتح حرب اليوم مع حزب الله مشان تقرضي. أنا بدي أحسن العلاقات مع المملكة، وأنا بدي أرجع أضبط العلاقات مع المملكة. بس في واقع اليوم المملكة، إذا واحد بده يطلع بالنص الكباية المليان، اليوم المملكة السعودية عم تعمل مفاوضات مع إيران، اليوم من فتحة على تسوية بسوريا. هيدا الأمور ما فيها إلا ما تصب يعني، وقت نشوفهم بالعراق قاعدين على نفس الطاولة ما فينا نحن إلا نرتاح. ما فينا نحن ما بقى يوجه لل فريق معين شتائم، إهانات، تدخل في. نحن ضد هذا الموضوع وعبرنا عنه يعني، عبرنا عنه هذا الموضوع بعدة مواقف، إنه نحن ضد هذه الشتائم والتعاطي هذا مع المملكة. ولكن عم برجع بقول لك شو يعني، إنه في بيجيك الرد الثاني انه والله في هون مجزره عم بتصير وهون هذا الخلاف. نتمنى انه الامور والمفاوضات اللي عم بتصير مع الدول مع ايران والدول العربيه، واليوم سمعنا الامارات كمان بنفس التوجه مع اكثر مفاوضات مع ايران، نتمنى هذا الموضوع يوصل لخواتيمه السعيده، واكيد هذه بتخفف ساعتها عن الضغط يلي عم بيصير على لبنان ان شاء الله. بدي كفي انا وياك بعد هذا الفصل لادخل الى المفاوضات مع صندوق نقد الدوله، وما يحكى انه امبارح الاجتماع اللي صار هو محاوله لاخذ الصلاحيات كباش رئاسي. كل التفاصيل حناقشها معك ولكن بعد هذا الفصل. عودة لحوار اليوم مع نائب إيدي معلوف. سنكمل حكوميا. امبارح في اجتماع ببعبدة لبدء تحضير الملفات يعني للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. عبكرة مجلس وزراء يفترض أن تتشكل اللجنة اللي حيروح فيها لبنان إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. حكي أنه تحديدا يمكن إذا أنا مش غلطانة بنداء الوطن أنه هناك كباش رئاسي. ليش رئيس الجمهورية عمل هذا الاجتماع امبارح؟ كأنه هناك مصادرة لصلاحيات رئاسة الحكومة وبعد لم تتشكل هذه اللجنة. بدي تعليقك. معروف يعني كل شيء مفاوضات بتصير مع الخارج هذه بترأسها رئيس الجمهورية، ولكن أكيد اليوم في عنا سياسة الحكومة وفي رئيس الحكومة هو اللي بده مع فريقه مع يعني وزراء هن بده يشوفوا شو الأولويات وشو استراتيجية تبع التفاوض وهذا. ولكن آخرة النهار يعني دائما فيها ليش دائما بدنا نروح نحو السلبية، إنه في كباش بين رئيس الجمهورية طب الرئيس ميقاتي من أول ما وصل من أول ما تعين حكي عن موضوع شريك الدستوري وفي تنسيق بين اثنين. ليش دائما هذا الموضوع وقت يكون في تنسيق بدنا نضل نلغمه ونفخخه ونقوم فريق رئيس جمهورية على فريق رئيس الحكومة وفريق رئيس الحكومة على فريق رئيس جمهورية؟ طب نحن اليوم بمرحلة مش مفروض كلنا نحط مع الرئيس مئات. ما بقول انا عم بقول انه علينا ما بعرف ديش يعني في ملفات اكيد متناغمين معه عليها وفي ملفات ممكن نختلف عليها، بس انه هذا الجو هيك دائما السلبي انه هون في واحد اخذ نص جرام اكثر وهون في واحد اخذ ربع سنتي زياده وانه لازم نشوف اليوم هيدا هو الهم ولا الهم انه اليوم نحن ولا الهم اليوم نحن نروح نشوف كيف بدنا نرتب اوراقنا كلنا سوا نتفق على الاولويات تبعنا. اليوم عالم المواطن اللبناني عم يتبهدل وعم ينزل. طب خلص ما اخذتوا التلت المعطل يا ساعتك بالحكومه وقيل انه عمل الوزير باسيل مثل ما بده بالاخر بموضوع خلص طار الرئيس سعد الحريري واتى الرئيس مئاتي اخذتوا التلت المعطل. انا بدي ردك على الشخص اللي كان يعني إذا بدك عم بيساهم بأكترية المفاوضات اللي عم بيصير اللي هو عباس إبراهيم. أوكي وشو قال هو؟ زعلان على أساس منكم. ما زعلان منا بس هو آخر النهار شو قال؟ قال إنه رئيس الجمهورية ما بحياته طلب مني بالمفاوضات إنه طالب بالتلت المعطل وإنه تعرقه اللي كان جاي من محل تاني. لا أكثر ولا أقل. هيدا الموضوع اليوم جينا نحن من أول نهار قلنا في منهجية معينة بطريقة تركيبة الحكومة، في
رئيس الحريري رفض يتبع هذه المنهجية لأنه اعتبر حاله أنه جاي عنده القدرة بعد انفجار بيروت يفرض أعراف جديدة وطريقة جديدة تحت مسمى المستقلين واللي بدك إياه. وإجا رجع من بعده الرئيس مئاتي قال أنا في عندي شريك دستوري بدي أحكي أنا وياه وبهالطريقة هذه بدنا نشكل حكومة، وتشكلت الحكومة. بدك في تقولي في تلت معطل ولا ما في تلت معطل بدي أعرف منك مين هو. أنا كنت قاعد عم بشوف كل وزير وبعرف موقف كل وزير. لا، في وجوه كثيره مرتاحين لبهذه الحكومه، مشان هيك اعطينا الثقه لهذه الحكومه لا اكثر ولا اقل. هلا وكانت هذه الثقه مشروطه انه نحن اخرة النهار بكل ملف رح يكون لنا موقف، في محلات رح يكون موافقين وداعمين لهذه الحكومه، ويمكن في مطارح نكون معارضين لها. هيدا هو موقفنا. أصلا رفضنا كتيار وطني حر نشارك بالتسمية لأنه اعتبرنا أنه قصة تسمية المستقلين الغير حزبيين بتكبلك أنت، يعني بتحملك مسؤولية بأشخاص منك قادرة تضمنيهم. وهذه التجربة صارت معنا بحكومة رئيس حسام دياب، بقى مش نحن مش مطلوب نرجع نعيد هذه التجربة مرة تانية. رح كفي أنا وياك، ولكن بدي أنتقل إلى مطار بيروت لأنه في ضجة كتير كبيرة أنه في فوضى بالمطار وطالع الصرخة، ويقال أين هو رئيس مطار بيروت مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن، ليش ما بيطلع إلى الإعلام وهو المخول يحكي؟ هي معنا أصبح مباشرة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير جوال، صباح الخير لإلك ولضيفك. صباح النور. يا أهلا وسهلا أستاذ الحسن. يعني شفت أكيد شو كتب هناك حملة، يعني أنه ليش عم بيصير هيك بمطار بيروت، في فوضى عارمة، في تأخير بإقلاع الطائرات، موضوع كمان نظام جرار الحقائب منه شغال. يعني وضح لي هذه الصورة، وضع المطار اليوم هل هو هالقد سيء كما يقال؟ يعني لو هو هالقد سيء جوال ما كنا اول شيء قطعنا الصيفيه. نحن ما نحكي عن الارقام الكبيره اللي كل السواح اللبنانيين سواء اللبنانيين او الاجانب اللي اجوا قضوا وقتهم بلبنان خلال هالفتره ورجعوا سافروا اللي انا بعتبره انجاز، مش بس انا يعني لازم كل اللبنانيين يعتبروه انجاز كبير كبير، انه بظل هالظروف الصعبه اللي عم يمرق فيها البلد قدرنا قطعنا الموسم على اكمل وجه، وحركه السياحه الكل بيعرف الشهرين الماضيين كيف كانوا. وانما مع الاسف اليوم وقت اللي بيجي مثلا مسافر بيكون بلاقي في شيء عطل تقني صار بالمطار، فورا بدنا نصور ونبعث على السوشيال ميديا وانه المطار ما بيسوى وفي عندنا مشاكل ومطار ما بينفات عليه. خلينا نوضح بس اللي صار. يلا. نحن صرنا تقريبا من 20 الشهر، يعني من 20 شهر ايلول بلشنا بالزيارات الدينية اللي هي لمدينة كربلاء بالعراق لمناسبة زيارة 40 لجنان الحسين. طبعا بهالوقت هذا بين 20 الشهر و 25 أو 26 الشهر في حوالي 10,000 زائر بيطلعوا على مدينة كربلاء. أكيد هالشيء بده يزيد أعداد المسافرين بقاعة المغادرة. اللي صار منا زيادة غير طبيعية أو غير معتادة، وإنما نتيجة انه نحن في عندنا خط على الجهه الغربيه من قاعه المغادره صار في عليه عطل، وهالشيء كمان مرتبط بمشروع بعد ما قدرنا استكملناه نحن من اكثر من سنتين بسبب الاوضاع اللي عم يمرق فيها البلد. تم تحويل كل الركاب لجهه واحده من القاعه اللي هي الجهه الشرقيه. حتما هالشيء سبب بعض الازدحام والتاخير ببعض الرحلات، وانما هالشيء برجع بقول مطار، بس نقول مطار معناتها في اشياء بتصير من هالنوع بكل مسارات الدنيا وكل اللي بيسافروا بيعرفوا هالشيء. بدي ارجع اكد عليه انه نحن هلا الوضع بالمطار كثير عادي، يعني نحن امبارح تقريبا كانت اخر رحله بالنسبه للزوار على كربلاء. موضوع الجهه الغربيه رجع كمان هلا صار شغال بالجهه الغربيه والجهه الشرقيه من قاعه المغادره. وبدي اقول انه بدهم يستعملوا المطار الركاب اللي عم بيسافروا اللي هن بيروحوا وبيجوا على اكثر من مطار بالعالم. مش بس انه بمطار بيروت ممكن يصير في مشاكل، مالنا مطار نحن خالي من الاعطال مثلنا مثل غيرنا. بدنا نطول بالنا وبدنا ناخذ بعين الاعتبار دائما الاشياء البوزيتيف، مش على طول والله اذا لقينا في شيء حدا تاخر او حدا علق بعجقه عم نقعد نقول انه المطار غير مؤهل وهذا منه مطار. يعني عم بتقول العطل اللي صار تقني، العطل اللي صار هو تقني، وانه تاخير الازدحام صار بسبب هذا العطل، وانه صار في تاخير ببعض الرحلات، صح؟
صحيح، وهذا الشيء بيصير جوال، يعني برجع بقول بكل المطارات، كل العالم بتروح وبتشوف، بتشوف بالمطارات شو بصير، يعني مش انه مطار بيروت، بالنهايه نحن جزء كمان من الجمهوريه اللبنانيه. نعم. يعني اليوم بطبيعه الحال بدنا نتاثر نوعا ما باللي عم بيصير بالبلد، يعني وبوضع اللي عم بيعاني منه البلد. طيب في بعض كمان معلومات يا استاذ فادي بتقول انه نص المطار بات فعليا خارج الخدمه بسبب توقف اعمال الصيانه، هيدي معلومات اليوم صحيفه الاخبار، لا لانه ما في قدره على دفع التكاليف. الموضوع لقال لك شغله جوال، مع اني ليش قالوا انه نص المطار خارج الخدمه؟ لانه وقت اللي شافوا انه الركاب بالمغادره صاروا كلهم سوا موجهين على ميلي وحده اللي هي الجهه الشرقيه من قاعه المغادره، اعتبروا انه نص المطار خارج الخدمه لانه ما في صيانه. لا، انا اللي بدي اقول صار في عطل عندنا بالجهه الغربيه، صح في 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 خلينا نقول جهاز اكس راي من فتره طويله، من اكثر من سنتين عم نحكي. نعم. نحن موقفينه نتيجه عدم استكمال مشروع زياده القدره الاستيعابيه بالمطار لاسباب ماديه، يعني ما قدرنا استكملنا المشروع، وانما كنا عم نشتغل بقاعه المغادره بالجهه الغربيه والشرقيه، اللي صار هالاسبوع نتيجه العطل اللي صار على ما تبقى من الجهه الغربيه اضطرينا ننقل الركاب كلهم على الميل الثاني. طيب وهلا رجع الوضع مثل ما كان عليه بالسابق. في كلام لافت امبارح للرئيس نجيب ميقاتي على شاشه الال بي سي يقول انه بدنا نشتغل لتعزيز مطار بيروت، في خطه واضحه؟ انت التقيت وزير الاشغال، وزير السياحه، ما بعرف التقيتوا رئيس الحكومه نجيب ميقاتي، شو يعني الخطه لتعزيز مطار بيروت؟ نحن من اليوم الاول لتشكيل الحكومه الجديده تقريبا بعد بيومين كان عندي لقاء مع معالي الوزير الدكتور علي حميه، واكيد عرضت له كل المشاريع اللي يفترض المشاريع الامنيه التي يجب تنفيذها بالمطار بخلال اسرع وقت، واللي هي ضروريه سواء لرفع القدره الاستيعابيه او لتطوير بعض الاجهزه اللي صارت بحاجه لهالشيء لمطار رفيق حريري الدولي، بالاضافه لهالشيء يعني خلال وقت قريب كمان رح يصير في اجتماع موسع يفترض بالسرايا الحكومه اكيد برئاسه دوله رئيس الحكومه لتداول بموضوع المطار والمشاريع الحساسه التي يجب تنفيذها خلال اسرع وقت. كذلك الامر بالنسبه لمعالي وزير السياحه كمان كان في لقاء معه بالتاكيد بالتشاور ما بينه وما بين معالي وزير الاشغال، رح ينعمل جولات للمطار للاطلاع عن كافه الاشياء اللي المطار بيحتاجها باسرع وقت. هلا معلش البعض بيقول لك انه خلص العالم زهقت من هالجولات، ناخذ صور هيك للوزراء عم بيجولوا بالمطار ويتصوروا صوره تذكاريه وخلص نحن على قاعده عملنا اللي علينا وتصورنا، يعني ولا لا حيكون اكثر خطط فعلا تنفيذيه لانه العالم زهقت من هيدي الصوره؟ هلا نحن اليوم يعني معلش بدنا نعطي مجال شوي للحكومه، ما صار عم نحكي ايام يعني. نعم. هلا اللي عم شوفه انا واللي عم بلمسه خاصه من معالي وزير الاشغال انه لا فعلا نحن الاشياء اللي ممكن انها تنعمل باسرع وقت ممكن رح يتم المبادره للبدء فيها فورا، وان شاء الله نحن متاملين خير. برجع بقول لك يعني لارجع مثل ما بلشت حديث الجوال، نعم، انه نحن اليوم معلش المطار الفتره رغم الظروف الصعبه اللي قطعنا فيها ما فينا نيجي نقول انه مطار بيروت حاليا انه والله يعتبر من المطارات السيئه بالعالم، خلينا نشوف نحن نسبه الحركه بباقي المطارات. المطارات كلها اللي حوالينا بنلاقي انه مطار بيروت حركه الركاب اللي كانت موجوده بالمطار بخلال الشهرين الثلاثه الماضيين احسن من معظم المطارات الدوليه. بدي اشكرك، وضحت كثير نقاط، شكرا لك المهندس فادي الحسن رئيس مطار بيروت ومدير عام الطيران المدني. معلش نحن اخذنا شويه وقت لمطار بيروت بيستاهل، بدي كفي انا وياك حكوميا التفاوض مع النقد الدولي حيكون بوحده رؤيه موحده. المفروض نكون تعلمنا من المره الماضيه. متكلين على وزير المال؟ متكلين على الحكومة كلها مش بس على وزير المال، لأنه أنا بالنسبة لي يعني وزير المال كان جزء من يلي كانوا رافضين أو عم بيعرقلوا تمام نقول رافضين موضوع التفاوض مع طريقة التفاوض، تمام نقول تفاوض ككل يعني طريقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي اللي هو قبل خطة الحكومة السابقة. خلينا نشوف، خلينا ما نستبق الأمور، برجع بقول لك اليوم بدنا نعطي فرصة
واسعة بكير ما له طعمة، لحين يا سمح الله نرجع يكون عندنا موافقة سلبية. نتمنى هلأ بعد كل يلي صار وعم وصول الدولار ل 23 ألف، وحتى اليوم يعني مع تراجع يعني أنه 16 ألف صارت بعد شوي بتبسط شوي عالم، 100% مع الأسف يعني أبدا منا بهالوارد نحن نضل هون. خلينا نقول أنه في تجميع أوراق وفي ترتيب ملفات، وزير المال بطبيعة الحال رح يكون ضمن الوفد، بس كمان حيكون في أشخاص تانيين، وبرجع بقول لك يعني حيكون لنا مواقف من كل شيء، وبنتمنى أنه هذه المفاوضات تصير بأسرع وقت ممكن، لأنه صار لازم بمحل معين نلمس شيء جدي وما نضلنا بإطار التمنيات والطروحات وإن شاء الله هذا اللي بعدني عم أقوله، أنه بإطار الصور ونحكي هذا اللي عم نقوله، يعني بدنا نحن شغل، بدنا نحن بكرة إذا طلبوا أرقام بدنا نعطي أرقام موحدة من لبنان، مش كل واحد منا بده يروح برقم. إذا شددوا على التدقيق الجنائي ما بدنا نلاقي عالم عم تعمل خزعبلات تظهر منه، لأنه ما رح تظهر، وهذا ما رح نقدر نظهر منه، لأنه هذه شغلة مطلوبة وعلينا نحن كلبنانية يكون أول من يطالب، مش ننطر المجتمع الدولي والصندوق النقد الدولي تيطالبوا بالتدقيق الجنائي. نحن مفروض لأنه مصلحتنا نعرف نحن شو صار فينا. إذا أنا إيدي معلوف مرتكب، لازم الشعب اللبناني يعرف أنه أنا مرتكب، مختلس، عندي فساد، لازم هالعالم تعرف بقى. هلأ منقول والله هيدي شغلة صعبة بلبنان، والله ما بعرف مش بس صعبة، بس إنه البعض بيقول لك طيب أوكي أنا عرفت مين مرتكب، عم بحكي بلغة بعض المواطنين، عرفت مين الفاسد وعرفت مين المرتكب وتحاسبوا، أنا رح أمشي معك أنه تحاسبوا، يلي هي ما حتصير يعني بمسار الأمور. طب هون كمواطنة لبنانية انه انا شو استفدت؟ ما خلص، انت شو استفدت؟ انا بدي اعتبر اذا ما قدرت استفيد 100% من موضوع يعني معرفة شو الاسباب ومين ان الاشخاص، بالقليل حاستفيد بمحل معين من انه ما ارجع اوقع بنفس الخطأ. وإذا هيدي البناية اللي كنا ساكنين فيها واللي هبطت علينا كان إلى سبب، لأنه كان في مهندس عاطل وكان في مواد يعني استعملت فيها، ما أرجع أوقع بنفس الفخ، أرجع استعمل نفس المهندس وأرجع استعمل نفس المواد. بدي أرجع على أسس جديدة، على نمط اقتصادي جديد، ما في أرجع كمل أنا بنفس الخطأ اللي كنت فيه قبل. أقل هو عمي عم بقلك بهيدي، غير إذا والله انكمش عالم وقدرت تسترد أموال. صحيح هذه بروسيدور طويلة، واحد ما بده من اليوم يقول والله بكرة حيجينا 5 مليار من سياسيين وموظفين دولة فاسدين، لا ما بده كمان واحد يروح عنده أوهام. أوكي بدنا نحن اليوم نشوف ليش وصلنا لهون، ونرجع بعدين وقت يكون عنا الجواب ليش وصلنا لهون نقرر نروح بطريق مغير لا أكثر ولا أقل. هلأ بس لأنه كنت عم تحكي على موضوع السعودية والتفاوض مع إيران، هناك جولة مباحثات جديدة بين السعودية وإيران ببغداد، هي الأولى بعهد الرئيس رئيسي على أمل أن تنسحب يعني إجابة كما ذكرت. بدي انتقل للحديث عن سياسة لبنان الخارجية. أنتوا مع الانفتاح على كل الدول صح؟ على الدول الشقيقة بما فيها سوريا صح. أنتم أول من طالب الوزير جبران باسيل صح. عودة سوريا إلى الحض العربي وقت قامت الأيام عليه، ولما حكى بهذا الموضوع اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تطالبونه بالانفتاح على سوريا بالوقت يلي طلع قال امبارح حرفيا يجب أن ينأى لبنان بنفسه عن كل الخلافات ولا أسمح أن يكون منصة ضد إخواننا العرب بأي شكل من الأشكال، وأنه لن يقوم بزيارة إلى سوريا من دون موافقة المجتمع الدولي. طيب اليوم المجتمع الدولي بوافق مثلا أنه تروح تعمل اجتماع مع الوزير السوري كرمال تتقطع الغاز والكهرباء عبر سوريا؟ ليش ما طلع الوفد؟ ليش الوفد اللبناني اللي طلع على سوريا بمحل معين كان تحدي للمجتمع الدولي ولا كان حاب ضباط؟ بدنا نوقف نتخبى وراء اسمعنا ونكذب على حالنا. نحن اخر شيء اذا علاقاتنا ضلت سيئه بسوريا حيضل عنا مشكله اقتصاديه بلبنان، هيدي البوابه الوحيده اللي عنا اياها على العالم، وقتها هي تكون مسكره بطريقه او بثانيه او بحرب او بخلافات، رح يضل وضعنا الاقتصادي صعب. يلي ما بده يعترف بهذا الموضوع يخبرني شو عنده حل تاني. جرب يشيل النظام، في واحد منهم صار بده يحلق لي نص شواربه وشفنا وين صرنا.
هلا انا عم بحكي عن رئيس مئاتي مش عن خصومكم السياسيين. انا مش عم بحكي عن انا عم بحكي انا عم بقول رئيس مئاتي عم يحكي. عم يتخبى باصبعه الرئيس نجيب مئاتي لما بيحكي هالكلام؟ لا شو؟ عم بقول كثير منيح قال حكي الحقيقه الرئيس مئاتي، قال انا مش رح اطلع على سوريا بخلاف، ولكن نحن عارفين اليوم انه المجتمع الدولي اذا بده استقرار بلبنان بده يعمل قبض باط بالنسبه لموضوع سوريا، ما فينا نكمل هيك، معه حق. بس عم تسال انت الم يوافق المجتمع الدولي على زياره الوفد اللبناني؟ انا اكيد وبجاوب انه مبلا وافق. ايه يعني كلام الرئيس مئاتي ما زال في موافقه، يعني هو مش حيطلع على سوريا. طيب اوكي، طيب انا عم بقول انه هو ما رح يتحدى بس طوقه طار. طب بعدك عم تقولي هلا قبل شوي عم تقولي في جوله جديده بعد المفاوضات. طب اخر شيء هيدي المفاوضات حتى ترتد سلبا كمان سوري ايجابا كمان على العلاقات مع سوريا بين العرب وسوريا، ليش نحن بدنا ننطر حالنا للاخر تيخلص الكل ونجي؟ خلينا نتعاطى الموضوع بطريقة إيجابية، ما بدنا نتحدى كل المجتمع الدولي، ولكن كمان ما بدنا ننكر أنه لازم بطريقة أو بتانية نبلش نحسن العلاقات مع سوريا، لأنه هي المدخل، ولأنه زيادة للي كان عنده شك ومراهن على الحرب بسوريا وعلى إسقاط النظام خلصت هذه الأوهام. تنصحون الرئيس مئاتي بزيارة إلى سوريا؟ أنا عم بقول لك مثل ما قال بدون تحدي للمجتمع الدولي، أكيد نحن بننصحه فيه يعني شو ما. وبعدين ما مفروض يكون في تحدي؟ عم نشوف الوفود وعم نشوف التنسيق وعم نشوف أنه الأمريكان بيحكوا أنه عم بلغوا السوريين أنه مفلين من شرق سوريا وأنه في انسحاب مستكمل بالعراق. طب إذا واحد ما بده يقرأ هيدي الخريطة كلها سوا وبده يضل حاطط راسه بالتراب، هيدي بتكون مشكلة مش مشكلتنا نحن. يعني خليني احكي على قبل ما احكي انتخابات، بتعول الرئيس مئاتي ينجح؟ نتمنى الرئيس مئاتي ينجح. انتهى الرئيس الحريري سياسيا؟ ما هو بيقول الناس بتقوله، مش نحن بننهي للرئيس الحريري، يعني اخر شيء هو مش انتوا اللي ما حطيتوه بالمعادله بالاخر مثل كانه يا اثنين معادله لبنانيه. نعم. ما حدا في يخرج ثاني بالمعادله اللبنانيه. ترجينا للرئيس حريري انه يجي ويشكل حكومه. طيب صار بده يشكل حكومه وبده يشطبنا وبده يشطب رئيس الجمهوريه وبده يشطب كل الناس. طب ما نجحت معه، مشكلته مش مشكلتنا، ونحن اليوم مش نحن اللي بنشطبه من المعادله، ناس يلي صوتت له قبل بمره، اذا حابه ترجع ترده بتردوا وبيكون قبضاي بالمعادله، واذا هول الناس زعلانين ما بدهم يصوتوا له وما بدهم هذا، ساعتها هن الناس، ما في حدا بيشطب ثاني بالمعادله بلبنان، ما تعلمنا منها يعني. انتم ما شايفين سياسيا مش شعبيا عم بحكي انا. سياسيا بتيجي بتقول شعبيا على الارض، برجع بقول لك هيدا المواطن اللي صوت له، ولكن بمحل معين بتقولي لي والله اليوم يلي عم نقريه عن الدعم السعودي اللي كان له اليوم بلبنان، واللي هيدا الدعم تحول من دعم لا اذا بدك لشطب لهذا الدعم نهائيا، بيأثر عليه ايه ولا لا؟ ممكن يأثر خاصة ببيئة الرئيس الحريري، بقول لك ممكن، بس بتقولي لي والله إذا بينزل بيشتغل على الأرض وبياخذ مواقف معينة وهذا بيرجع بيجيب عدد، هيدي قصته هو يعني. أنا ماني جاي أنا لا أشطبه ولا لا أنا بحكي بناء على اللي صار قبل بناء على اللي صار. وقت أنت تنطري واحد 9 أشهر تيشكل حكومة ويكون قاعد عم يبرم ويطلع ويتزاكى ويبرم العالم كله سوا، ما بده يحكي مع الرئيس، وبده يطلع عند الرئيس وبده يطلع عند الرئيس. لا مش بيحكي، كان مع الوزير باسيل لانه خلص. ما عم بقول لك حتى ليش لحظه وقت كان يطلع عند الرئيس نشوف لك هالاجواء الايجابيه، ينزل له مين كان عم ينزل الدولار 1000 2000 ليره قبل الطلعه، ويطلع بعدين يجي يعمل لنا الشو تبعه على باب القصر الجمهوري، يكون بعده طالع عند فخامه الرئيس. طب هيدي المواضيع يعني ساعتك هلا هو كان عم ينزل ويطلع الدولار، انه دولار عرض وطلب يخضع الى هذه المعادله. شفنا لما تألف الرئيس مئاتي مين اللي نزل دولار؟ إذا بدي أمشي معك باللعبة السياسية، يعني حدا ضخ دولارات بالسوق لينزل من 21 إلى 14 أو ضخ دولار بالسوق أو لعب بالأبليكيشن تبعه. يعني عم تتهم الرئيس مئاتي؟ لا مش عم بقول لك الرئيس مئاتي، عم بقول لك إنه أكيد بمحل معين الأجواء الإيجابية. بس إنه مين كان عم بيضخ أجواء إيجابية قبل ما يطلع الرئيس شو اسمه الحريري على القصر، ويكون عارف إنه ما عنده شيء يقدمه، ويكون عارف مسبقا إنه الرئيس ما ممكن يقبل بهذا الطرح، وبعدين نجي ننزل ونعلي الدولار ونحمل مسؤولية مين؟ أنا كنت
كنت عم بعملها هيدي هلا منه. طيب خليني انتقل الى، لا انا عم ناقشك بس انه اذا سياسه مثل ما ارتفع الدولار نزل الدولار لما تكلف الرئيس نجيب ميقاتي، يعني وكانه بك ليش انا بدي اقول لك شغله لحظه انا بس بدي اقول لك شغله بالنسبه لموضوع بدي الدولار. بدي فوضى اعطوني خمس دقائق بس زياده. يعطوك خمس دقائق يعطوك خمس دقائق. فينا ناخذ خمس دقائق. ما انا تاخرت دقيقتين تجيت. تفضل. اليوم هذا الموضوع، هذا موضوع رفع، ويعني موضوع طب وقتها كان الدولار عم يتحرك نهار سبت الساعة 12 بالليل ونهار أحد الساعة 3 بعد الظهر، هيدا هون كان في عرض وطلب إنه كمان في منطق بالأمور إنه هنا كان في بس عم أقول لك إنه كان في شيء أكيد في شيء له دخل بالسياسة. نعم. وأكيد في شيء له دخل بالعرض والطلب، إيه، وأكيد في كمان بمحل معين حدا عم بيحركها كان هالأبليكيشن ما له دخل بهول الثاني. خليني انتقل للانتخابات لأنه هذا ملف كتير مهم. امبارح قال رئيس ميقاتي حتحصل بأدار، يقول إنه هو مع بند تصويت المنتشرين، طبعا نقول المغتربين منتشرين. خلينا نستعمل مصطلح المنتشرين لأنه هو من المغتربين. طيب عال استعملنا للمصطلح المنتشرين. استعملنا مثل ما بدكن، هيدا هو المصطلح. بس تمثيلهم يمكن صعب مثل ما صار بالمرة الماضية انتخابات، ما في ست نواب ممثلين. بدي شدد على حقهم بالتصويت في الخارج، يعني ينتخبوا هول 128. اليوم في كلام لتوني فرنجية النائب بيقول بيتهمكن انتو وقوات لبنانية عم بتزيدوا بهذا الموضوع. بيقول في فريق متوجس مش قادر حزب الله يجيش لحتى ينتخبوا لأنه في عقوبات ولأنه بيصيروا هول الأشخاص شو عرضة. كان شو الفرق كان بين هالمرة ومرة الماضية؟ لا هالمرة يمكن تزداد العقوبات أكثر فأكثر. كنا بعهد ترامب بال 2018، كنا بعهد ترامب وكان كمان العمل على هذا الموضوع صعب يعني. واليوم نحن اشتغل رئيس الجمهورية واشتغل وزير بسير وقت كان رئيس وقت كان وزير خارجية. وقتها كان اللي سبقتك الكلمة وقتها كان ان شاء الله ما بزعل ابدا وقتها يعني كان رئيس الجمهورية هيدا من التهمة يعني ما عم قلت بس عم قلت سبقتك الكلمة. اوكي ان شاء الله تكون تزبطها استنى ان شاء الله تكون خير مش فعل يعني وقتها كان وزير خارجية اشتغل هو اكثر شخص مشان تمثيل المنتشرين وتصويت المنتشرين والجنسيه اللبنانيه وعلى موضوع الجنسيه اليوم. نعم. هيدي ما فينا نحن نخبر انه وقت بدنا دولارات بنقول نحن عنا لبنان المنتشر وجناحيه ويطير بجناحيه ونعمل اشعار، وقت يجي على الجد هول الجماعه ما نخليهم يصوتوا. لا هول حقهم علينا. هلا هالمره بيصوتوا معنا وبعض الثاني بيصوتوا ضدنا، هيدي عملية ديمقراطية. إذا في من وجهة نظر تاني خلي يطلع يلي عنده إياها يطلع يوضح. هلا هل عم تقلي أن يطير بجناحي، هذه المقولة الشهيرة للرئيس نبيه بري أنه بجناح المقيم والمنتشر. الجوانح ما في أشتر منا فيهم، جانحيه المسلم والمسيحي والمقيم والمنتشر. لا بس أنا عندهم هواجس ما بتشاطروا حزب الله هيدي الهواجس. انتو شو بتظهر هيدي بس إنه شو اللي تغير بين قبل بمرة وهالمرة؟ أنا هيدا اللي عم بقوله يعني ما عم بقول شيء، عم بقول إنه طب شو تغير بين 2018 إنه كان حزب الله على لائحة الإرهاب وكان على كل شيء بديك وصارت انتخابات يعني. وبرجع انا بطالب بشغله ثانيه. انا عم بيطالبوا هيك يعني ليش شو الهدف منا يعني عن جد بده ينسال يعني. بعد ما صار في نقاش معمق في هذا الموضوع رح نتسمع لبعضنا، ولكن نحن مع تصويت المنتشرين بالخارج. وبرجع بذكرك بشغله وحده كمان عم بتروح وفي كتير عم يتنسوها، لان لمنا لمصلحه كتار من القوى السياسيه في موضوع الميجا سنتر يلي نحن عم نطالب فيه اللي قبل مره كنا عم نطالب فيه لانه في عالم ما انا حابه. ايه بس بدك تضلك تطالبي فيها. اليوم انت اذا بدك تطلعي من بيروت على القاعه تتصوتي بدك ثلاث ساعات روحه وثلاث ساعات رجع ولا وعندك واليوم عندك مبلغ كيف ما كان 400-500 ألف ليرة. طب أقله الدولة اللبنانية للي ما عنده إمكانيات. ما في واحد يوم تمنعيه من حق التصويت من وراء حينتزع هيدا الحق رح يسحب من المنتشرين. بدنا نضل نطابق في لا ليش
عم بسأل المنتشرين لأنه ولا الميجا سنتر عشان لا تحكي؟ المنتشرين لا، ما لازم ينسحب ابدا، لازم المنتشرين يروحوا ويبلشوا يسجلوا حالهم اول ما تفتح شو اسمه يعني، اول ما تفتح السفارات، على امل انه يكونوا جزء من العمليه الانتخابيه بالربيع مع الأسف 2022. يعني كان عندي أسئلة كثيرة بعد لك، ما خلص وقتي، بس هيك بدي أخدم. جاهز أنت شخصيا للانتخابات بالمتن؟ لأنه لما سألت مدير عام ستاتستكس لبنان على المتن بشكل عام، يعني ما بدي أسمي الأسماء، بس أنا طرحت اسمك كمان، طرحت الكل تكون منصفة، يعني قال ما بيعرف، ما بعرف إذا بتطلع ولا ولا أنا بعرف إذا بطلع ولا لا، بس منك آخر شيء مؤكد؟ الحزب تبعي بده يعمل استطلاعات رأي قبل ما يقرر شو بده، مش الاستراتيجية اللي بده منه ضامن يتبعها. إنك حتترشح؟ ما بعرف، أنا ماني أنا ضامن إني رح أترشح بعد لهلا، أكيد أنا مثل ما بده حزبي أنا رح أعمل، مش هذا قرار ما بياخده لحالي. خايف من أصوات الناس إنه ما تلبيك هالمرة الناس، لأنك كنت من هذه الطبقة لكن مع هذا الشيء مش عم نشعره على الأرض. أبدا مش شعرينه على الأرض. أنا عم بقول لك نحن على تواصل يومي مع الناس، مشاكلها عم نجرب قد ما فينا نحلها لهذه المشاكل، ولكن آخرة النهار بدك ترجع أنت للصندوق أو يعني بعد الصندوق مش هي مقرر تقرر. إذا بتترشح ولا لا، أنا عم فهم بقول لك منك. أنا بدي أترشح على لوائح التيار الوطني الحر، مش رح، ما عندي أنا يعني ركيزتي هي التيار الوطني الحر، من هونيك ورايح التيار الوطني الحر شو بده يعمل؟ أنا رح كون جزء من هالقرار، أو بترشح أو ما بترشح، والربح والخسارة بوقتها عامل بتحدده. مثل رئيس مئاتي قبل بكم ساعة بعلن إذا أنا حترشح للانتخابات ولا لا، هذا ما قاله لا، بس هذه ما فيها تنطر كم ما ساعة، هذه بدها تنطر كم شهر يعني. يعني بوعدك بحلقة أخرى، شكرا لك أنا أبادي معلوف، شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.